على الغالب حابين نجيبوا فيكتوار اليوم، ما عندناش برشا، ما بعدنا دو بريان يخدمنا بالكدا، حضرنا كل كبيره وصغيره. على الغالب المطب دو ماتش ما كانش باهي، من بعد يعني رجعنا في الماتش وكنا بزيم ميتون باش نكونوا خير، مالوغوزمون كالعاده زيم ميتون بدينا خايب وقبلنا بونتو، هو اللي كبر شويه يعني ساقين نتاع جوالات كا، وهذا خسارة ما يلزمناش نهبطوا بيوسنا، مازال قدامنا برشا خدمة وإن شاء الله جاي خير. لا الحمد لله، كنت نتمنى يكون الماتش الأول فيكتوار والبونتو الأول فيكتوار، لا غير إن شاء الله إن شاء الله جاي خير، وإن شاء الله الجمهور يصبر على الجروب هذايا بالكدا، خاطر فما برشا مواهب وقدامنا برشا خدمة، إن شاء الله ربي معانا.